نستأذن مخرجنا الجميل مقادير عروسة السفرة وهي في الكوشة من الخص البلدي بتاعنا ده، الكوشة بتاعتها ده الورد بتاعها، لازم التبولة يحتويها خص بلدي، بقدونس، نعناع أخضر، طماطم، برغل مغسول ومنقوع وليس رز مصري، بصلايه مفرومة ناعم بتتفرم مع البهار الحلو. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي، ما تنسيش عصير الحامض وزيت الزيتون. حلو الكلام؟ الطبق بتاعنا فين؟ اهو الكوشة بتاعتها اهي، التبولة لازم كده. اخوانا اللي بيجيبوا الاطباق اللي هي لونها بني دي واخد على الفخار، ومقاديرها على الشاشة شايفين الخس اهو، اتحط كده وخس نضيف بقى يتغسل عشان بناكل التبولة بالخس. اللي بقى شفت السكينة ماشية ازاي في البقدونس زي السكينة في الحلاوة؟ ما نعيدش السكينة تاني على اللي احنا فرمناه علشان مية البقدونس ما نفتقدهاش، خلي بالك ده مهم جدا. زي ما انا شغال كده ادي البقدونس اتفرم زي الفل. تعرفنا ازاي ماسكة السكينة ونفرم بقدونس ازاي؟ بنجيب بولة حلوة كسرولة عشان نتبل مع بعض التبولة. وانا شغال ده البقدونس حلو، هنشيله على جنب كده وتعالوا نشوف التركايه اللي الشيف هيعملها. بصلايه مفرومه ناعم هي دي التركايه، بصلايه صغيره خالص، ونحط عليها يا عم الشيف شويه بهار حلو، ونمسك البصلايه دي نفركها مع البهار الحلو وشويه الملح. البهار الحلو اللي هي الكبوب الصيني مع شويه ملح. اخبار الفطاير ايه؟ هجي لك دلوقتي يا فطاير. ادي شويه الملح ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. ادي البصلايه خدت البهار الحلو والملح، دي قواعد عمل التبوله، غير كده ما تخترعيش، غير كده ما نقلفش. شفتي؟ عشان اللبنانيين يحبونا. هنحط عليها برغل، هنحط على البرغل ده الطماطم. حلو الكلام، برغل وطماطم حلو الكلام، ونحط عليهم يا عم الشيف عصير الحامض. اوعى تحطي توم، ازعل منك والله، ازعل منك وخصمك. اوعى تحطي توم على التبوله. ونحط زيت الزيتون يا عم الشيف، غرقها زيت زيتون. تبوله حبيبها زيت الزيتون، عنوانها زيت زيتون، جمالها زيت الزيتون. وعصير الحامض. لان البقدونس بيشربه. حلو الكلام، تمام. حطيت كل ده يا عم الشيف، حطيت الملح، حطيت البهارات بتاعتك. وقلب كده الطماطميه مع البصلايه مع البرغل، واسيبهم كده يعيشوا شويه لان البقدونس ما بيتحملش. حلو الكلام، حلو الكلام. وعندي البقدونس المفروم مسبقا بنزل بيه، وعندي البقدونس المفروم حاليا بنزل بيه، واقلب دول مع بعض. ادي التبوله، بس تقلبي التبوله دي بقى وتعملي التركايه الاخيره دي بقى، انت جوزك بيركض العربيه تحت، جوزك دخل صلى الظهر صلى العصر وقعد على السفره، لازم تعملي الخطوات اللي بقولها دي كده. التبوله لازم تتبل وتتاكل في الوقت الحالي. فاكرين حلقه المقبلات اللي عملتها دي؟ من السلطات اللي تتعمل وتتبل وناكلها على طول، ما تتحطش في الثلاجه. هتحط في الثلاجه هتصيص منك، الطماطم تنزل ميتها، البقدونس هيبقى شكلها مش حلو، مش هيعجبك. تبوله كده جاهزه، بنغرفها في الطبق ده كده اهو. شفت نازله مفلفله ازاي؟ يا ويلي، قلب الصغير لا يتحمل. ساده اللي سماها عروسه السفره، ساده اللي سماها عروسه المطبخ. اهم حاجه ان الخص المصري البلدي بتاعنا يتوجها. ده ما تقلقش اهو، حاضر اهو. وحط الطماطم دي كده، حط الرمان، حط رمان. خلص التبوله، اروح على الزيت بيناديني.